قضية هشام ضحية تشابه الأسماء، أسمع منك المعلومات أول. أي قضية هشام طبعا بالمناسبة هو تم إلقاء القبض على الجاني. وهشام يعني كان السبب هو يكون مكالمة أخيرة لهشام مع المرحوم اللي المجنى عليه، وعلى أثر ذلك هشام يعني هو المجنى تم توقيف هشام وفق المادة 406 لوجود مكالمة هاتفية بينه وبين المجنى عليه. المجنى عليه من الثاني؟ اللي توفى، اللي حقيقة يعني وجد في صندوق وهو كانت مقطع. قضية سابقة. نعم قضية جنائية. نعم نعم مقطع الأوصال. فمكافحة الإجرام تحركت بشكل كبير، ومن خلال هذه التحرك يعني تم توقيف ثلاثة من ضمنهم هشام وفق المادة 406 مذكرة قبض. ويعني الدلالة كانت هي قضية المكالمة الأخيرة، ولكن بعد ذلك يعني أيضا بجهد كبير جدا، جهد استخباري وكالة الاستخبارات وجهد تحقيقي، وأيضا الحكومة المحلية في البصرة والتعاون والتنسيق مع إقليم كردستان العراق، تم إلقاء القبض على الجاني في السليمانية من خلال تعاون الجاني اللي هو هشام. لا هشام تم توقيفه على أساس أنه هو اشتباه أنه قاتل، ولكن بعد ذلك يعني تبين أنه القاتل شخص آخر وتم إلقاء القبض عليه. يعني صار فعلا وعلى الورق هو ضحية تشابه الأسماء دكتور. لكن لا، مو أنا قلت لك حتى عدا قضية تشابه الأسماء، كان أكو يعني مكالمة أخيرة بين فعلى ضوء هذا هشام بهذا الموضوع طرف لو فقط صديق الاثنين. هشام لم يكن طرف بل صديق. كان صديق الاثنين الجاني والمجنى عليه. هشام الله يرحمه لم يكن طرف، الجاني القاتل تم إلقاء القبض عليه.